مدينة أم الوادي. نحن عن قدم وساق منذ إعلان أول حالات المشبوهة في الولاية. قوات الشرطة كما ترون مدعمة بقوات وحدة حد النظام، كذلك المؤسسات العمومية الأخرى لونا، كذلك ليبيك. راهم مشكورين اللي راهم مجندين 24/24 7/7 بارك الله فيهم. نحن ندخل كل الزوايا المظلمة في مدينة أم البواقي ليلا ونهار، نشارك زملائنا في الميدان في عملية التحسيس، التعقيم، التوعية إلى غير ذلك. ماذا بنا رسالة إلى مواطن مدينة أم البواقي، خليونا نتعبوا هنا وارتاحوا انتما، حنا نتعبوا في أجلكم، لأن الحجر ساعات ولكن صحة المواطن راهي مدى الحياة. ماذا بنا حافظوا على صحتكم، صحة أبنائكم، الوقاية خير من ألف العلاج. نحن في خدمتكم ولن نتراجع عن خدمتكم، نضرب كل الزوايا، كل الأحياء المعزولة في مدينة أم البواقي. نحن معكم، وقفوا معنا، حافظوا على صحتكم، وحنا ورحنا معكم. بارك الله فيكم. نعاود لكم، إن الحجر ساعات وصحتكم راهي أعوام وسنوات. شكرا لكم، ونحن بالمرصاد ونحن معكم وما نخليكم. شكرا. لسلامتكم أوفوا بالالتزامات وتقيدوا بتعليمات. تدابير النظافة والوقاية سبيل الحماية. كن مسؤولا في قرارك وحافظ على أسرتك. لحمايتكم بيوتكم حصن منيع لكم. طابت أوقاتكم في منازلكم. الحيطة والحذر تجنبكم الخطر والضرر. تجنبوا الخروج إلا عند الضرورة القصوى. احترموا المواقيت المحددة للحجر الصحي. ضرورة التعاون لتجنب الخطورة والتهاون. لسلامتكم 15/48 ولصحتكم 30/30. لراحتكم تجنبوا التهويل والتضليل. ابتعدوا عن الأخبار المجهولة والمغلوطة. استقوا المعلومات من الوسائل الإعلامية الرسمية. الحظر لصالحك فلا تخاطر بمصيرك. الحظر أيام والحياة أعوام. لسلامتكم أوفوا بالالتزامات وتقيدوا بتعليمات. تدابير النظافة والوقاية سبيل الحماية. كن مسؤولا في قرارك وحافظ على أسرتك. لحمايتكم بيوتكم حصن منيع لكم. طابت أوقاتكم في منازلكم. الحيطة والحذر تجنبكم الخطر والضرر. تجنبوا الخروج إلا عند الضرورة القصوى. احترموا المواقيت المحددة للحجر الصحي. ضرورة التعاون لتجنب الخطورة والتهاون. لسلامتكم 15/48 ولصحتكم 30/30. لراحتكم تجنبوا التهويل والتضليل. ابتعدوا عن الأخبار المجهولة والمغلوطة. استقوا المعلومات من الوسائل الإعلامية الرسمية. الحظر لصالحك فلا تخاطر بمصيرك.